ناخد تعليقات سريعه منكم على نادي الزمالك. استاذ علاء حمام، الليله المرتقبه عربيا، الزمالك الاتحاد، ترى ماذا لديك من اخبار الزمالك يا علوه؟ اتحاد حافظ عبد الناصر والاستاذ خالد كامل، كابتن صديق جمال وكابتن محمود سلطان، اهلا بيك وجميع الساده المشاهدين. اتفضل. قبل ما نتكلم عن مباراه الزمالك والاتحاد، كان في مؤتمر النهارده في نادي الزمالك منذ ساعات قليله، وده شهد مجموعه من الازمات الكبيره جدا. كان طبعا المؤتمر ده عقده رئيس نادي الزمالك، كان شعاره قبل ما يتم عقد المؤتمر لم الشمل، لكن بعد ما تم عقد المؤتمر رئيس الزمالك لغى الشعار ده وقال ده مؤتمر التصدي. والمؤتمر ده شهد مجموعه من الازمات، ابرزها ازمه بين رئيس نادي الزمالك والكابتن الكبير الكابتن محمود ابو رجيله. ايه اللي حصل؟ اتفضل يا استاذ نصر. ايه اللي حصل؟ بقول لك رئيس نادي الزمالك في بدايه الامر كان بيتكلم على اللجنه الاولمبيه وازمات الزمالك مع اللجنه الاولمبيه، وطالب من رموز من كادات النادي الزمالك معانا الصور ان هم يذهبوا الى البرلمان، ويذهبوا الى وزير العدل، ويذهبوا الى رئاسه الجمهوريه، ويذهبوا الى وزاره الرياضه علشان يتكلموا عن الازمه اللي بين الزمالك واللجنه الاولمبيه. تمام. الرياضيين طبعا كابتن محمود ابو رجيله رفضوا الامر تماما، وقالوا ان هم ناس رياضيين دي مش شغلتهم خالص. كمان رفضوا كلمه رئيس الزمالك اللي قالها اكتر من ثلاث مرات ان الرياضيين تخلوا عن نادي الزمالك. فكابتن ابو رجيله شايف ان ده ما حصلش، وقال الدليل ان هم موجودين، وقال احنا مالناش علاقه لا بالنيابات ولا بالمحاكم ولا بوزاره العدل ولا بالبرلمان، في مجلس اداره المفروض ان رئيس النادي يوزع الادوار دي على اعضاء مجلس الاداره، ما يتكلمش على رياضيين النادي. كمان طبعا حضرتك عارف ان في قضيه الحسابات الخاصه الاستاذ الحاج ابو رجيله نجل الكابتن ابو رجيله كان تم التحقيق معاه وكان خرج بكفاله. فكان برضو الكابتن ابو رجيله اتكلم في المساله دي وقال المفروض ان مجلس الاداره يشوف قضيه الحسابات الخاصه ويشوف مسؤولين النادي اللي بيطلبوا من قبل النيابه كل يوم. تمام. رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر قال كلمة غريبة جدا، قال إن الكابتن أحمد سليمان المرشح السابق على منصب الرئيس في النادي ونادي مجلس الإدارة السابق، والمحاسب هاني العتال نائب الرئيس الحالي، هما الاثنين زوروا أصواتهم في الانتخابات. من الأصوات اللي حصلوا عليها الأستاذ هاني العتال 24,000 والكابتن أحمد سليمان 17,000 أصوات مزورة وغير صحيحة. وقال إن محدش عضو في نادي الزمالك انتخب الثنائي، وإن الثنائي قام بتزوير الاصوات لصالحهم. الدوله يا ابو النبي علاء دي اسمها الدوله الخياليه، دعك من الخيال وخش في الواقع. ماشي، انا بقول دي تصريحات. ما انا عارف، ما هو دي الدوله للاسف دي دوله خياليه. انا عضو في نادي الزمالك منتخب هاني العتال، يبقى ازاي ما فيش حد في نادي الزمالك مش منتخب هاني العتال؟ ما فيش حد مش في نادي الزمالك مش منتخب هاني العتال. انتخبت هاني العتال؟ انا عضو في نادي الزمالك ومنتخب الاستاذ هاني العتال. يبقى ادي واحد اتشطب اهو. طيب محمود مشطوب اهو. لا محمود اخونا وعضو عامل محترم في نادي الزمالك، ولا يتحدث عن الزمالك الا بكل احترام. طبعا طبعا. النهارده رئيس نادي الزمالك كشف النقاب عن قضيه خطيره جدا. رئيس نادي الزمالك اعلن خلال كلمته ان النشاط الرياضي في مصر هيتم ايقافه. وقال ان النشاط هيتم ايقافه بسبب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو اللجنه الاولمبيه الدوليه، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. قال ان الثنائي دول هيقوموا بايقاف النشاط في مصر، وادعى ان هو ملوش اي علاقه خالص بالموضوع ده، وان هو ملوش سبب، ولما يتم ايقاف النشاط الرياضي في مصر محدش يتهمه ان هو كان ليه علاقه بالموضوع ده. لا، احنا بنتهمه لنا 60 سنه. وسنظل نتهمه ان الرياضه المصريه لو حصل لها حاجه هو بيحاول ياخدنا الاتون تدمير الرياضه المصريه بما يفعله. اللي بعده. تمام. عندنا رئيس نادي الزمالك برضه اعلن خلال المؤتمر ده ان هو مش هيذهب يوم الاحد للجنه الاستماع بلجنه القيم والتحقيق باللجنه الاولمبيه، جلسه الاستماع عفوا بلجنه القيم والتحقيق باللجنه الاولمبيه، اللي يرأسها المستشار محمد الخنصور. تمام. هو قال ان هو مش هيذهب الى لجنه الاستماع يوم الاحد. تمام. عندنا طبعا